مساء الخير وين ما كنتوا عم تشوفونا على شاشه القناه الفضائيه السوريه من كليه الهندسه المعلوماتيه. نحن موجودين معكم ومثل ما وعدناكم نكون دائما موجودين مع الطلاب بكلياتهم ليكون مو لقاء تلفزيوني ليكون حوار ببرنامج جيلنا. برحب فيكم، ما بعرف اذا سقفت لكم انا بطلع تسقيفه بسيطه، بس سقفتوا لحالكم انتم تسقيفه عاليه. وبرحب كمان بضيوفي الموجودين واللي راح يردوا مباشره على اسئله الطلاب اللي بذهنهم واللي ما بيتوقعوها، وهن اول شيء اللي بيعرفوه الطلاب منيح وما بعرف لمست انهم بيحبوه كثير، الدكتور عمار خيربيك عميد كليه هندسه معلوماتيه. وبالجانب الاداري راح تكون معنا السيده نبيله القواص. اهلا وسهلا فيكي كمان رئيسه الدائره، هيك اسمها رئيسه الدائره. ما تفكروا في عندي كتير محاور وقصص، رح بلش من كلية المعلوماتية بقصة المعلوماتية. كيف المعلوماتية بالكلية؟ في انترنت عندكم؟ طب ارفعوا ايدكم، في انترنت؟ في وايرلس؟ شو هالحكي هذا يا دكتور؟ قايل لهم يقولوا هيك ولا عن جد؟ دكتور في يعني انا سمعت انه انتوا كلية معلوماتية وانترنت مش منيح بالمبنى. لا 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 اسألهم إلهم، انا ما راح جاوب. سألون إلو مين بيحب يقلنا كيف واقع الانترنت عندكم؟ تقطع الشبكة، بيصير في مشكلة، مجاني، مين؟ دكتور يعني ما أنا كمارس عليهم أي يعني أنا بتخيل، أستاذ علي تفضل، أنا بتخيل أنه طبيعي يكون واقع الانترنت جيد عندكم بكلية المعلوماتية، تفضل. هلق السنة الماضية كانت المخابر، في مخابر مفتوحة أكثر من السنة هاي، هلق السنة هاي مخابر كلها شغالة وفيها محاضرات، يعني ما نقدر احنا الانترنت هون نستخدمه الا باوقات محدده. السنه الماضيه كان افضل بالنسبه انه المخابر مفتوحه للطلاب فيها انترنت، وهلق لا. هلا انا مثلا معي الايباد ما عم بقدر القط شبكه هون بالمبنى. اي ليش؟ مو بكل المحلات، لانه اي هي بمحلات من محلات الصلاة. اي محلات هلق وهذا فري عندكم. اي اي كويس. طب مين من المخضرمين اللي عاش يعني اللي عاش بالكليتين، الكلية القديمة والكلية الجديدة؟ ما بعرف أخذين لقطة شباب، لا هاي عدد قليل كأنه من طلاب المخضرمين. ورجونا إليكم ما شاء الله. في حدا بيحكي لنا عن الفرق؟ تعطي الميكروفون لش ممكن أكثر من حدا يحكي عن الموضوع. هلا بالكلية الماضية هي أقرب بظن لأغلب الطلاب بواقع بأي معنى؟ المواصلات. اقرب إيه. اقرب كمواصلات. ايه كمواصلات لانه نحن كثير بنعاني بالجاي لهون بالمواصلات. يعني على فكره يعني مشان ندل اللي عم بيشوفونا على الفضائيه، هاي الكليه يعني 5 نجوم، انت وجاي على عن طريق المحلق يعني في محل بتفت لها، فهي بعيده عن تجمع الكليات، هيك قصدك؟ ايه بس بحاله الزحمه يعني فهي كثير بعيده عن البرامكة. لما بنكون نحن بدنا نروح على البرامكة، قد ايه بتاكل معكم كتير البرامكة لهون؟ ما عم بسمع، قل لي. هلا انا ايه انا كطالب، انا مثلا انا بدي شي ساعه وربع لوصل على الجامعه. ليش وين ساكن؟ انا ساكن بالمزه. ايه قريبه. ايه لا قريبه، بس لما بتكون الزحمه بالبرامكة ايه وبدك تطلع بالمهاجرين صناعه، والمهاجرين صناعه بده يمر ببا ومصلى طبعا، والطالب لازم يطلع بسيرفيس اجباري، يعني مو انه اجباري. دكتور ما فكرتوا تامنوا مواصلات؟ تركنا الموضوع بايدين يعني الطلاب، يعني هن عملوا مبادرات يعني انه بيتفقوا مع يعني خطوط معينه او هذا. بس يعني انت هلا فكر يعني من ناحيه عمليه، يعني انت عندك 1600 طالب تقريبا هلا العدد، فهذول يعني منتشرين يعني بجميع اصقاع دمشق، يعني شو هي يعني خطه النقل اللي نحن فانا يعني يعني هون نحن بالجامعه يفترض انه يعني هيك نمط من الاعمال انه هن الطلاب هن يقترحوها وهن يقودوها والى اخره. يعني في حدا عامل هيك مشروع عندكم انه في حدا بيلمه؟ ورجوني ايدي او كذا، يعني لانه اول مشكله مثلا البعد والقرب عم تقولوا، ففي حدا في نقاط اخرى بدك تحكي فيها؟ ايه بس انا بغض النظر عن المواصلات يعني والمعاناه اللي انا شخصيا عم عانيها، بس هون الكليه افضل طبعا بكثير من الكليه الماضيه. انا تعليقي مو على الكليه ككليه بس على الموقع. هاي الشغله الوحيده، ما بدي انا كمان انه هاي الواقع هاي اللي افضل بكثير كخدمات وككل شيء يعني. ممتاز. شلون عم تعملي توصلي بس لهون؟
هلا بديك السنة عملوا مواصلات من جديدة لصحنايا للمزة لهون، لأنه كنا ما بنعرف نحن طرقات، بقى كان في كتير وقت. بس هلا وقت تعرفنا مثلا أنا بيتي بجديدة عم بوصل لهون تلت ساعة لهون. ليش؟ لأنه في باصات للسومرية، من السومرية لهون في باص بيحطني قدام الكلية، بقى كيف هو بالمزة يعني يعني في دور الواحد عن مواصلات ويصل لهون. هي أول ما انتم متعاقدين مع حدا يعني؟ هذيك السنة عملوا الطلاب لحالهم، كان في باصات. اي كان في باصات، بس انه صرنا نلاقي انه هيك كمان اوفر وقت كمان. على كل هي مو هي أزمة كبيرة برأيكم؟ أزمة الوصول للكلية؟ أكيد لا. وبعدين ما في كتير فرق بين ديك الكلية وبين هي، على هون في عندنا كلية. طب أنا بشوف إنه أزمة أكبر بالنسبة لموقع الكلية، إنه موقع الكلية الإلكتروني مو كويس. مين بيوافقني؟ دكتور ممكن تردوا حضرتكم عن الموضوع؟ طيب هلا هون كمان يعني بنرجع بنقول نحن هون نحن بجامعة، نحن ما لنا بمدرسة يعني. فالجامعة كتير بتعتمد على العمل يعني اللي فيه مبادرة، اللي فيه تطور. هلا هن الشباب هلا اسألهم، مو كلكم عندكم مواقع ومجموعات على الفيسبوك ومواقع خاصة؟ مين عنده مواقع خاص؟ موقع خاص يعني هو عامله مشان كلية؟ لا هن كمجموعات يعني مشتركين ولا ما مشتركين؟ ها وعندكم بروفايلات على الفيسبوك كمان وهيك؟ اي. فهون القضيه انه هل يوجد اوفيشال ويب سايت ولا لا. هلا اوفيشال ويب سايت يعني موقع للكليه الرسمي موجود، مين بيستخدمه من الشباب؟ مين؟ ما حدا. عرفت وين المشكله؟ فاحنا ما بحاجه نطوره لانه حدا ما لنا بحاجه. ممكن يصير جذاب هذا الموقع؟ اه بده. مين بده يديره لهذا الموقع؟ مين مستعد يدير موقع كليه الهندسه المعلوماتيه؟ بدي اشوف ايدين. هلا عجبني تعليقك وبدي اعرف ليش ما يكون، بس مين مستعد يديره ويعملوا موقع اهم من الفيسبوك؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة يعني فينا. اي فينا. ممكن تعطي الميكروفون للزميل اللي ما لنا مضطرين نديره. تفضلي. تفضلي. اي السنة؟ اي السنة؟ انا سنة رابعة. اهلا وسهلا. اهلا. نحن ما لنا مضطرين نعمل موقع، ما نعتمد على أبدا. رأي الطالب اللي بيحكي يقول اسمه مشان ينعرف كمان. بركي ما حابين ينشر. بس انه نحن ما لنا مضطرين نستخدم الموقع الرسمي اكيد، لانه نحن اول شيء على الفيسبوك في جروب لكل ماده، وكل كل ماده كل ماده في لها جروب وكلياتنا بنشترك فيها، وكل واحد بيتفق مع الدكتور بيعطينا سلايدات والمحاضرات واي شيء نحن مضطرين، وملفات العملي كله بينزل على المنتديات على الفيسبوك وكلياتنا بنعمله داونلود. وبالنهايه اللي ما عنده فيسبوك عم ياخذ فلاشه من رفقاته، يعني في كتير عنايه واسئله دورات وكل شيء كل شيء موجود. هذا حتى غير هذا غير انه في عندنا منتدى خصوصي للكليه ITE.net. ما حفظاني شو اسمه. طيب اللي مفكر يدير الموقع شو ممكن يعمل لحتى يصير الموقع مهم وجذاب من اللي رفعوا ايديهم بعد اذنك؟ انا دكتور دائما بحس محلي مع الطلاب، مشان هيك اسمح لي اتجه لعندهم. احنا في مجموعه من الطلاب، احنا عندنا خبره بهيك قصص مواقع ومصممين مواقع من قبل وبنعرف هيك قصص، فاحنا ممكن نعيد بناءه من اول وجديد للموقع وبتصير جذاب ايه ممكن بتصير جذاب، بيستغنوا العالم عن هاي القصة. ايه انا بوعدهم. طيب تفضل معك الميكروفون. لا الميكروفون هنيك، الشاب الفوقاني فوقاني. اللي كمال تسابحجي سنة اولى. اهلين. هلا نحن عم تقول انه في جروب لكل مادة. ايه. طب نحن ليش لنحتاج الموقع الفيسبوك اساسا؟ ليش ما نحن نعمل موقع لكليتنا ونحط هالمواد كلها؟ هي عم يقول الشباب ووعد انه يعمل موقع تمام. مهم. طيب طب هلا بدي تمام، بس ليش بنحتاج الفيسبوك لنا اساسا؟ هذا الموضوع اداريا يمكن ينحكى فيه. هون بينسال سؤال مهم، انه شو في داعي للدوام اذا عم تاخذوا محاضراتكم وكذا؟ انتم راضين على موضوع دوام بالكليه؟ موافقين؟ مع انه القصه فيكم تحصلوا عليها عبر الانترنت والى اخره. قول مين عنده شيء يقوله. تفضل للأنسة هون. غزل فراج. غزل فراج سنة رابعة مشهورة. هلا نحن لا ضروري كتير الحضور، لأنه عندنا المحاضرات النظري كتير مرتبطة بالعملي، فبيشرحونا كتير بالنظري. نحن لو أخذنا السلايدات غالبا عم تكون كل السلايدات هي عبارة عن رؤوس أقلام لشرح الأفكار، فنحن كتير مهم الحضور. بعدين وقت المحاضرات ما له مزعج يعني تقريبا. هلا حتى في فكرة كتير عاملينها بالبرنامج، هذا الفصل طبقوها، انه كانت كل المحاضرات 3 ساعات،
فغالبا يا نص يروح يا اما نحن نمل جوات المحاضره. فانعملت كلها ساعتين ساعتين، وفي ساعه ومره بتصير بالاسبوع، فصارت 3 ساعات هي فعليا، بس مو هيك ورا بعضها. فنحن كثير مرتاحين، وقت الدوام بلش 8:30، غالبا 4:30 بيكون خالص، يعني هذا اقصى شيء. طيب مين مرتاح بالدوام يرفع ايده؟ مع رفعت الايد هاي لكل اللي عم بيشوفونا على الفضائيه السوريه من كليه الهندسه المعلوماتيه، بدي اخذ فاصل قصير لارجع لحتى اكمل حديث عن القبول والمعدلات والاستيعاب بعد منا المناهج والكتب والامتحانات، وعندنا كثير نقط نحكي فيها. خليكم معنا، جيلنا على الفضائيه السوريه. هذا جيلنا، هذا جيلنا. شباب، باعتبار نحن اخذنا الفاصل وكانوا الايدين مرفوعه، مين سنه اولى يورجينا ايديه؟ سنه ثانيه، ما شاء الله، اكثر شيء ثالثه، رابعه، خامسة، سادسة. يعني أقل شيء السنة الأولى والخامسة، مع أنه الأولى بيكونوا متحمسين لهيك لقاءات تلفزيونية. المعدلات عالية برأيكم ولا قليلة؟ معدلات الدخول إلى كلية الهندسة المعلوماتية عالية؟ طب في عندك تعليق بما يخص المعدلات قبل ما أعرف كل واحد شو أو أعلى معدل عندنا هون؟ احنا عندنا 233، 39 اخذنا دكتور. لا، المعدل القبول، معدل القبول، معدل القبول 230. بغير سنوات كان 203. هو اعلى معدل قبل الطب والصيدله والقصص، ما بيستاهل. حدا بيقول عن زيت وعكير يعني. مين اعلى معدل عندنا هون يعني؟ شو خجلان ارفع منك، انا بدي اجيب لك الميكروفون. هذا كان طموحك ولا كان مبدك تجيب طب وما طلع لك؟ لأنه دائما الهندسات عندهم عقدة الطب. مو حضرة. لا، أنا كان طموحي هندسة معلوماتية، وكان طالع لي وقت الطب. ولقيت أكيد حلمي بالهندسة المعلوماتية. فجمعت على الأد ولا أكثر؟ لا، مجموعي كان 239. 239؟ يعني كان بيطلع لك شيء؟ أكيد. انا بصراحه مقطوع كثير عن الجامعه من زمان، فمشان هيك ما عم بنتبه شو صار بيطلع له الواحد. ناقصني علامته. معقوله؟ طيب يعني حدا بيهدر علاماته هيك؟ لا، وين الهدر؟ ما استوعبت انه ناقصه علامه على المجموعه العام. هي الفكره، واحد يدخل الشيء اللي يبدا فيه. شو حلمك بالاخير يعني؟ هو بيجي يعني بعد ما تدرس هاي الكليه بدك تصير دكتور وتدرس هون؟ لا، هي الشرط مو هيك الشغله، بتنقسم اكثر شيء بين واحد يكون اخذ المجال الهندسي انه يعني يساهم بالبناء بالناحيه الهندسيه، او بالناحيه الخدميه اللي بعتبر انا طب والصيدله ناحيه خدميه. طب دكتور، بما يخص هذا الموضوع كثير بعتقد مهم، انا بشوف في كثير عالم هاي المهن او هاي الدراسه لها علاقه بموهبه ولها علاقه باهتمام. العلامات بصراحه ما كثير ضروريه، ربما اذا نزل المعدل بصير في قبول اكثر. هذا له دخل بالاستيعاب، استيعاب الكليه؟ يعني هي المشكلة بتكمن يعني يعني بالمفاضلة ونظام القبول المطبق بالجامعات السورية. هلا أنا ما بدي أقول إنه كلية الهندسة المعلوماتية تحتاج إلى موهبة خاصة، ولكن تحتاج إلى طريقة بالتفكير، طريقة بالدراسة. ليس بالضرورة إنه أصحاب العلامات العالية هن بيمتلكوا هالبقدرة القدرة على يعني على التفكير، على التحليل، ما بيلجأوا للحفظ الغيبي إلى آخره. فأنا طبعا ماني مع أنه يكون معدل الدخول لكلية الهندسة المعلوماتية 230، علما أنه منعرف أنه يعني في مواد كثيرة بالبكالوريا هي بتعتمد يعني الملكة الأساسية هي ملكة الحفظ لحتى تجيب علامة عالية. طب الاستيعاب، لكن نحن فكرنا خلينا نفوت على الاستيعاب. لا، بدي هون الموضوع لانه فعلا مهم، بدي اتعمق فيه شوي. يعني المشكله انه نحن النظام ما عم يعمل فروقات بين الطلاب. يعني نحن وقت كنا بكالوريا مثل الشباب، كان يعني انا وقت كنت اطلع اول على المدرسه كان الثاني بعدي ب 15 علامه، الثالث ب 30 علامه وهكذا. فهي الفروقات هي كانت يعني تميز الطلاب. بس هلا كل هلا المشكله، هلا المشكله يعني هلا اكيد علاء طالب مميز يعني، بس بجوز في 500 واحد مجمعين 239. كم واحد مثله؟ انا كيف بدي اعرف هدول شو طب وداخل هندسه؟ 2 3 4 يعني فعلا عم يدخلوا 5 عن رغبه يعني. انا فيني في تجربتين انا فيني بذكرهم، يعني في
بدفعة اللي تخرجت بال2006 واللي تخرجت بال2008. بال2008 كان في عندنا شاب اسمه سليمان حسن، كان الأول على سوريا بالتاسعة وبالبكالوريا، وفات لعنا على الكلية وطلع الأول على الكلية. هاي حالة مثلا بال2006 فادي معالي كمان كان الأول على البكالوريا بسوريا، فات لعنا وطلع الأول، عرفت كيف؟ بس المشكلة وين؟ أنه مثل الحالة مثلا على أنه يمكن في 500-600 طالب من جمعية 239، بس مين هدول من بيناتهم اللي بيختلف عن البقية؟ يعني لازم أنا ميز الطلاب مين بعدين؟ هاي من جهة، من جهة تانية مين بيختلف عن بعض فيما يخص مثلا الاختصاصات الهندسية أو الاختصاصات الطبية؟ شو هي آلية القبول؟ كيف أنا بدي اكتشف هذا؟ هذا سؤال كبير برسم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. المشكلة أنه هلأ نحن يعني لازم تصير في مقاييس مختلفة طبعا مشان ينقبلوا طلاب بهاي الكلية، لأنه هاي الكلية خاصة جدا. يعني ما بدي هلأ كمان 5000 طالب، لا ما بدي بالغ بخصوصية الكلية، بس يعني أنا فيني أقول لك مثلا على الكلية أنه هي مثلا فيها زيرو بصم، زيرو بصم، يعني ما في ما في. إذا واحد عنده مقدرات، لحظة لحظة دكتور، في طلاب يعني هي. ما راح يحفظ أسماءكم إذا رفعتوا هيك، مزبوط؟ في عندك تعليق ولا شو؟ آه مزبوط، إيه منيح والله، زيرو بصم. أول يعني مرة بشوف هيك يعني إجماع. في مواد إلى حد ما عدد لا بأس به، مواد مفتوحة، يعني بمعنى أنه أنت يا طالب جيب معك الكتاب والدفتر على على الفحص. فهون معناته أنا كيف بدي أسألك؟ أنا حاسس في ديمقراطية كتير عنكم. أكيد زيادة عن اللزوم. يعني بصراحة أنا والدكتور لما كان عم بيعرفني على الكلية ماشيين، يعني أوقات لدرجة ما بعرف أنه الطالب قاعد على الدرج وبمر من جنبه الدكتور عميد الكلية، فأنه بيطلع فيه وبيزحله شوي. طب أني ليه؟ ما عساس من علمني حرفا كنت لها ما هي؟ شو؟ تفضلوا ردوا علي، تفضل. سنة تانية علاء بركات. تانية علاء. هلأ أنا بظن إحنا كليتنا لها خصوصية كتير بين كل الكليات الباقية، وحتى عميدنا لها خصوصية كتير كبيرة. يعني أنا من النوع هلأ بده يظنوا عم يشوفونا أنه أنتم مطبقين يعني. لا 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 والله لا والله أنا شان نكون هناك أخي عم نحكي لكم الموجودين كلياتهم أكيد أنا أكيد بيرسقوا معي بهالموضوع هذا. هلأ نحن عميدنا أنه نفتخر فيه بشغلة كتير مهمة، أنه بابه مفتوح دائما. يعني أنا أختي صيدلي وأختي الثاني طب بشري ما بيعرف عميده، يعني بيعرفوا انه الدكتور فلان اجى استلم العماده، الدكتور الثاني لا الطب بده يتصلوا على جيلنا مشان تعوا عملوا عنا. لا لا انا ما انا عم احكي لك تجربه اخي واختي، يعني هنن اخواتي بالنهايه. فانا العميد يعني شغله هو اللي قال لي اياها، انه انا بزماناتي بالسنه الاولى كنت دائما لما اذا بدي منه شيء شغله او بدي يعني شكوى او عندي شيء اتوجه له فورا. فهو انا بظن اكثر عميد بالجمهوريه كلياتها باب مفتوح للطلاب والله. يعني لا طيب انا هيك وجهه نظري، اخذت سكسيه منيح. لا لا هذا الواقع، شفت الكل سقف يعني. طيب اوكي شو انا سقفت كمان، هاي شغله مهمه، مالك طموح. طيب اداريا في تعقيدات شيء او كذا؟ ما في يعني ما في اي سؤال اداري لست نبيله؟ اعتراضات بالامتحانات؟ اها في بلش من هون. عمر ابراهيم سنة ثالثة. فتنا على محور الامتحانات هلأ. هلأ دائما عم نقدم الامتحانات وبنشوف النتائج، بس ولا مرة عم نشوف سلالم التصحيح اللي عم يصلحوا عليها الأساس، على أي أساس عم يصلحوا؟ سؤال مهم. يعني سلالم التصحيح. ليش سلالم التصحيح ما عم نشوفها؟ عم نشوفها النتائج وبس. تحب تجاوب مباشرة دكتور؟ طبعا إذا كمان حدا لا بدنا ناخذ عن الامتحانات وعن هاي القصص، مين في؟ في كمان حتى بمواد الأتمتة عم تشوف الطلاب عم يحكوا إنه العلامات شلف، وأنا عم بقول إنه العلامات صح. طيب اذا كان في سلام التصحيح ما حدا حينظلم. اذا هاي نقطه ممكن تضل عنا مشان ناخذ باقي الاسئله الخاصه بالامتحانات. عبد الرحمن بابيل سنه ثانيه. هلا مشان النتائج الامتحانيه كل كليات جامعه دمشق بيطلعوا النتائج تبعهم على الموقع، فما بيضطروا بس لما بالصيف ينزلوا على الكليه يدوروا على العلامات. الا كليتنا في نظام جديد للعلامات. في نظام جديد للعلامات بس ما له مطبق. كيف يعني؟ انه بيقول لك ادخل رقم الهويه، تدخل رقم الهويه بيقول لك ما في علامات، انه ما في شيء، يعني النظام لسه مو مطبق عنا على الكمبيوتر الانترنت. على الانترنت. هاي مشكله المعلومات يا دكتور. تفضلي. مرحبا استاذ سنه اولى، بس في مشكله صغيره عم نعاني فيها، هي مشكله الكتب، انه هون كليه الهندسه المعلوماتيه ما عم نلاقي كتب، نضطر نروح المدنيه لحتى نلاقي كتب، بعدنا سنه اولى وهيك ضايعين شوي. حلو، وصلنا مشكلة على المناهج مباشره. مزجنا في حدا هسه عنده اسئله بهاي النقطتين المخاصه بالامتحانات والامور الاداريه و المناهج قبل ما نفتحهم، يعني لأنه قصة طويلة شكلها. تفضل.
علي عمران سنة ثالثة. تفضل علي. بس مشان طلبات الاعتراض، احنا بنعمل مثلا مادة نقدم طلب اعتراض فيها، بيتم جمع طلب الاعتراض بيتم جمع العلامات بس، اما الورقة ما بنعد تصحيحها. هذا قانون انا بعرف، بس كمان في رد يبدو هون بس موجود. بس, بس ممكن اذا العلامات عم تنجمع، اي حيلا واحد في يجمع لي علاماتي، انا ما نقدم طلب اعتراض مشان انه ينجمعوا العلامات، حيلا واحد في يجمع لي علاماتي. هذا الاعتراض دائما اللي بيتقدم على موضوع الاعتراض، يعني انه بنقدم اعتراض فعم يجمعوا العلامات بس. ورق بعد اذنك تفضل. عم تحفظوا الاسئله دكتور؟ لا تخاف. بالنسبه للاعتراض العملي، العملي نزلوا علامات العملي مثلا السنه الماضيه فصل ثاني، انه علامي مثلا ما بستحقها او انه اقل من اللي بدي اياه، انا بدي اقدم اعتراض. الاعتراض له فتره معينه، يعني انه بيحددوا انه اسبوع. مده زمنيه. ايوه مده زمنيه بالضبط. ونحن كلنا بنعرف، يعني نحكي بصراحه انه نحن الاعتراض ما بفيد الا الواحد شاف المعيد تبعه اللي عم يعطيه، يعني بشوفه اول شيء بيتناقشوا وياه، بعدين بيروح قدم اعتراض لتعدل العلامه او ترجع مثل ما هي. طيب. فانا قدمت حتى ندور على المعيد ما نلاقيها، يعني كيف ما بعرف. ما بعرف دكتور عندك بدي يبدو في اسئله اسا بما يخص موضوع الامور الاداريه، بس خلينا ناخذ الاجابات من الدكتور. عندك هلا يعني في اكثر من جانب للمساله. راح نبلش اول شيء من سلالم التصحيح. طبعا انا لست مع نشر سلالم التصحيح بكل صراحه. يعني قرار شخصي دكتور؟ الى حد ما. اي يعني شو يعملوا الشباب؟ يعني يطردوا؟ لانه لقل لك شغله، وانا هي حكيتها بكل المحافل، يعني سواء بمجلس الجامعه وكذا او غيرها، يعني اللي كنا نجتمع عليها. نحن للاسف يعني انا اقول انه احد اسباب يعني تدهور التعليم هو نشر سلالم التصحيح. بس دكتور حظنكم بهال. انا بدي احكي بلسان الطلاب، اسمحوا لي شباب. بدي تقنعنا انه عدم نشر سلالم التصحيح راح اقنعك طبعا اكيد، يعني هلا وقت قصير لانه بتعرف. طيب هلا انت بتعرف سلالم التصحيح مثلا بيجيك سؤال عدد مثلا الدول المجاوره لسوريا. اوكي. نعم. فتعدادات واضحه، اولا لبنان، ثانيا تركيا الى اخره. اوكي هون بتحط سلم تصحيح انه انت اذا بتنسى لبنان بيرح لك ربع العلامه. طيب انت وقت بيكون عندك سؤال هو عباره عن مساله، هو عباره عن ما هو رايك بكذا، انت هذا الباحث الفلاني هو كيف، في جانب اجباري، في جانب شخصي، في جانب تحليلي. اذا التقييم الشخصي طبعا هذا بيلعب دور. المساله تحل تحل بألف طريقه ممكنه. انا شو اللي بدي احطه بسلم التصحيح؟ شو اللي بدي احطه؟ اذا في مجال للواسطه؟ انه هي لا، ما في مجال للواسطه. انا اتحدى انه صار بكليه الهندسه المعلوماتيه خطا بالتصحيح، اتحدى، او حاله فساد وحده مهما تكون اتحدى. طب تعطي الامان هي تعطي الامان دكتور لحدا ممكن يقول. ايه طبعا اذا حدا عنده شيء بتمنى يرفع نظري. عم بحكي هلا الهوا يعني راح جاوب عليه للعملي فيما يخص العملي. عم بحكي بالنظري. في ناس عم يضحكوا لانه عندهم بس ما بدي اقول. اقول لك شغله شكله. انا وقت اللي انت بتجي طلبات اعتراض طبعا بالقانون هو الجمع. هلا ليش الجمع؟ يعني انت ما تستخف بالجمع، انه رغم انه يعني العمليه الامتحانيه بالجامعات كثير دقيقه اكثر مما تتخيل، يعني من لجان الرصد مره واثنين وثلاثه بالهذا. هلا قد يعني يكون في خطأ بالجمع أو إلى آخره، أو أنت بجوز ما بتعرف بالضبط مثلا هالجزء من السؤال شو عليه وهذا الجزء من السؤال، فهو على الأقل بيوضح لك أنه أنت على السؤال الأول أخذ كذا وعلى السؤال الثاني أخذ كذا وإلى آخره. عرفت كيف؟ فهذا بتشوفه أنت مكتوبا على طلب الاعتراض، يعني بتصير بتعرف، يعني مشان تعرف وين غلطت. يعني أنا الأمر إلي، أنا بعطي أوراق الامتحان للطلاب، كل واحد يجي يشوف كيف نتصلح ورقته. وأنا خريج جامعة. طب شو بيمنعنا دكتور مدام حضرتك بهالشكل؟ انه نحن بالنهايه يعني قانونيا شو بيمنعنا انه نعمل هاي الحاله؟ في قوانين بتحكم هاي المساله. انا خريج المعهد العالي، كانوا المصححين يوزعون الاوراق، درست بفرنسا كانوا يوزعون الاوراق، يعني انا خريج مدرسه بالتعليم العالي هي بتعطي الاوراق، وبالتالي بفترض انا وقت اللي هيك انا متربى، وقت اللي انا بصلح كاني عم صلح وبعرف انه الطالب رح يشوف الورقه. طب عرفت كيف؟ طب نحن وين مأساتنا بهي المسألة؟ لأنه موضوع الامتحانات يعني هو يعني حتى أحد الطلاب عم يقول إنه ليش ما بنطبقها بالمعلوماتية بس؟ ما فينا لوحدنا، بده يكون هذا قرار على مستوى جامعة دمشق، على هذا قرار بده ياخده مجلس التعليم العالي مو بشكل منفصل. طب يعني هلا بس خليني أكمل نقطة، إنه هو عم بيقول إنه ما إجت العلامة اللي بدي إياها. هون في قضية، يعني نحن وهي عن خبرة، نحن يعني أصغر واحد فينا عنده خبرة 20 سنة بالتدريس. ما يعتقده الطالب انه كتبه بالفحص ليس بالضروره هو الاعتقاد الصحيح. كم طلب اعتراض بيجي لعندك استاذه؟ يعني بيجي شيء 50 اعتراض. 50 اعتراض بس؟
وكلهم بيندرسوا وبيتراجعوا من قبل اللجنة. في حدا عم بيقول قل لي لأنه عارفين ما راح يطلع معهم شيء يعني ما في منهم نتيجة يعني ممكن 50 ما يطلع واحد زيد علامة بس كله بيتدقق من قبل اللجنة. طيب. لجنة الاعتراضات لكل ورقة بتدقق كل ورقة بورقتها بتدقق. طيب. أستاذ أمجد معنا رئيس قسم الامتحانات خليها تشرح لنا للطلاب بالضبط كيف بتصير البروسيس تبع معالجة الاعتراضات. طيب ما بدي أسأل هيك بدي أسأل عن أجواءكم الامتحانية بتكونوا مرتاحين؟ لا في حدا قال لي لا أنا هذا اللي بيهمني. مين قال لا؟ بيكون في هدوء بالمراقبين بالتعامل معكم كذا في عندكم شيء تقولوه بهالنقطة؟ رئيسة قسم الامتحانات بعرفها جيدة تفضلي كيف أجواء الامتحانية عندكم؟ تأنا لمحور جديد كمان هو الامتحانات بس إسا الإجابات إلكم جاي اللي ما تجاوبوا. أجواء الامتحانية بتكون منيحة حكم كمان طلابنا نحن غير طلاب باقي الكليات يعني هو بتحسه يعني أنت مجرد أنك تأمل له جو مناسب فهو بيقدر يعني إحنا ما عندنا نقل ما عندكم نقل؟ أغلب المواد بتكون مفتوحة في كلية ما فيها نقل؟ إيه إحنا طلابنا ما بنقل يعني ما فيها غش لا قصدك. أنا إلي مدير الامتحانات طب موبايل ممنوع دخول موبايلات ما بفوتوا دكتور إحنا بشكل عام هذا سؤال فخ يا جماعة إيه أغلب موادنا مفتوحة فكتابه معه ماله مضطر ينقل حتى المواد المغلقة بتحسن يعني هنا وقتهم يا دوب أغلب الدكاترة حتى بالمواد المأتمتة يا دوب يرى سؤال يجب. شو الإشكال اللي عندك تجاه الطلاب بما يخص الامتحانة؟ بالتأخير شوي بيتأخروا الوقت إيه ما عم بكفيهم الوقت طيب؟ لا تأخير لما بيدخلوا هي عندي مشكلة لأنه أنا بدخلوا في الشرين لا بيدخلوا منيح بس مثلا نحن عنا القانون إذا بتفوت بعد الامتحان بدقيقة ما في هو لسبب ليش حضرتك متسامحة كرئيسة قسم امتحان؟ أنا ما لا أحكي هنا يجاوبوا ها؟ مين موافق أنه متسامحة؟ ممكن نسقف لها أنا بتمنى أنه صوتي يوصل مباشرة لكل اللي عم بيشوفونا وللي بيسنوا القوانين الطلب اللي متكرر وبكل الكليات نرجو أن نجد حل لموضوع جمع العلامات بدل جمع العلامات يصير إعادة تصحيح للورقة اللي عم يطلب إعادة تصحيحها. في عندك شيء بدك تقوليه؟ طيب تفضلي قبل ما ننتقل لمحور جديد ويبدو الوقت ما بعرف شو بدي اللي مهيب تفضلي بس كلمتين. هلا العمل بكليتنا يعني مو كتير منيح يعني مثلا في مواد لسه لا نظام تشغيل لسه ما اخذنا فيها ولا محاضرة ابدا هي السنة رابعة اسمي عم يتأخر ما اخذنا فيها وكمان في مثلا في مواد مثلا مثل القاعات ما عم تسع فيها مثلا الكومبايلر الداتابيز ما عم تسع القاعات ابدا يعني قاعات صغيره دكتور مجاوب على ما في كهرباء اصلا لللابتوبات وهيك يعني بقاعات يمكن لانه عددنا كبير كان السنه هيك والله قاعه يعني كليه كثير مهمه بس يعني هاي شغلة ما في كهرباء شوي مبالغ فيها يعني لا يمكن بالقاعة 19 زر يعني هاي زر دكتور القاعة 19 عم ناخد داتابيز وعم ناخد كومبايلر فيها ما في كهرباء و52 طالب أحيانا لللابتوبات ما في مآخذ يعني هي اسمها قاعة مو اسمها مخبر يعني هي ما لازم ينحط فيها لابتوب أصلا يعني ما عم تسع عدد الطلاب عم تجي أكبر من القاعة لا معناتها في كهرباء بس يعني هي الاستخدام مو يعني ما له شيء هلا يعني طيب. انتم شباب يعني احكوا بطريقه علميه يعني وما في اي مشكله احكوا اللي بدكم اياه بس احكوا بطريقه علميه بما يخص موضوعنا في شاب قبل ما انتقل للمحور الثاني علي لو سمحت تفضل بس بدي احكي عن موضوع انه بالامتحانات لما نكون نحن عم نقدم امتحان فمثلا بيجي انه بشوف البطاقه فبدي يصمغ الورقه مثلا ويطج عليها ختم ويرجع مثلا يجيب ورقه ثانيه ويكتب لي انه تم اضافه الورقه مثلا ويرجع مثلا يفتل وكذا بتاخذ وقت كثير انه الوقت بيكون محصور كثير فبيتلبك الواحد بيكون احيانا الواحد بيضطر ياخذ اكثر من ورقه يعني ورقتين وبده يرجع يخرزن مثلا وبده يرجع يجي يصمغن بيرجع اذا عم يصير في يعني شغلات روتينيه عم تاخذ من وقت الامتحان يعني مثلا خلينا نحسبها يعني احنا بتعرف ناس عقلانيه بنحكي بالعقل تصميغ الورقه بياخذ من ربع دقيقه لنص دقيقه كتابة انه تمت اضافة ورقة من ربع دقيقة لنص دقيقة اذا طلب ثلاث اوراق يعني توتل
الوقت الضائع هو دقيقتين من اصل ساعتين يعني. لا هي اكثر ما انا وقت انه شغله نفسيه يعني كل واحد متلبك وبيجي هيك بصير واحد معصب يعني. انا ما بعرف حاسس انه انتم ككليه شوف هذا من درجه الدلال يعني انه هو عم يحتاج انه عم ياخذ وقت بتصبيغ الورقه شو نعمل ما نصمغها يعني او يكونوا انت طالع في جهاز تحطه هيك يصمغ الورقه وتعطيه فوت مصمغ يعني خالص يعني انا هلا ما بعرف انا مو اعتراضا على سؤالك بس سؤالك انا كنت طالب بالجامعه وعانيت جدا من هاي النقطه يعني اذا بعدها مستمره فمشكله يعني اضافه الى قمع المراقبين يعني لا قمع ما في قمع في قمع مراقب اه والله نعمه زي ما بحكي هلا بكره الكليات الباقيه من الرحله شوف شو بصير حكي تفضل يعني اول شيء بوجه الشكر انه للعميد وللكادر التدريسي انه هم عم يتعبوا كثير معنا بعدين كليتنا غير كل الكليات فيها انضباط وفيها احترام يعني ما في دكتور متعامل معه لنحس انه اخ او صديق او زميل ومنشوفه ومنسلم عليه ومنحب نشوفه ما علقت على الموضوع هلا علقت هلا انا الحكي المدح بخليني اتكتف وبخليني انتقل لمحاور جديدة اكثر حماسا بس المناهج المستلزمات دكتور بس بدنا نرجع لموضوعي مشان ما نفوته لموضوع العملي فنحن حكينا بالنسبة للامتحانات فيما يخص النظري لا يمكن لاستاذ مهما كان عبقري انه هو يستطيع يحصر جميع الحالات الممكنه في حل السؤال وبالتالي يكتبها بحيث الطالب يعرف بالضبط بالهذا زائد بدي اضيف لشغله الطلاب اللي بيصروا يعني اللي الطالب المصر مصر انه لا انا اكيد في غلط بعلامتي انا اكيد في غلط بعلامتي انا بروح وهي مدى انسي داليا بتشهد على هالكلام نحن الاوراق الامتحانيه بعد ما بتخلص نحن من 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 هذا وبنحطها بالارشيف وبنحطها بمستودع بننزل لتحت بنفتح المستودع وبنفتح الورقه وبشوفها انا بنفسي اشتهيت مره واحده وانا مسؤول عن كلامي من اول ما صار اعتراضات لهذا اني اشوف خطا بالتصحيح اذا موافقين سفقولوا اذا موافقين بلا المناهج المستلزمات الكتب هي نقط بيحكوا فيها جميع الطلاب بكل الكليات من الرحله مباشره بعد فاصل قصير من جيلنا على الفضائي السوري خليكم معنا هذا جيلنا لكل اللي عم بيشوفونا ما زلنا بكلية الهندسة هندسة المعلوماتية والله كلية راقية جدا أثناء الحديث عم ينعرض على الهواء مباشرة يعني مشاهد لإلكم أنتوا كيف عم تعيشوا الحياة الجامعية بأبهى صورها ورح يغاروا منكم كل الكليات هلأ على هذا البناء لكن في نقاط بعتقد انه اذا حكينا فيها وفتنا فيها اكثر ونوهت بالبدايه هنيك زميله هي قصه الكتب خلينا نبلش بموضوع الكتب عندكم مشكله مع الكتب ومناهج انا سنه اولى هلا نحن في عنا مشكله بالكتب بنروح لنشتري الكتب ما بنلاقي منها حتى لو رحنا على الهندسه المدنيه بس كمان مشكله تانية فتل عنا الدكتور بيقول لنا هاي الماده ما لها كتاب وما في تكتبه من وراي طب نحن بدنا نجيب محاضرات الدكتور ما حنلحق طبعا انه نكتب كل المحاضرة معه خاصة بالعملي ما في كتب وما في تكتبوا وراي وشو وفي مادة كمان مادة المبادئ قلنا انه نحن ما حنستفاد من الكتاب مادة الفيزياء انه ما في كتاب اصلا للكلية طيب نحن بإيقاع سريع مشان الوقت الدكتور في جواب على النقطة طيب هلأ بالنسبة للكتب اذا في نقص بالمستودعات والى اخره فهذا اكيد بيتم تلافيه بس لازم تعرفوا شغلة انه الكتب التي يعني نشرت لصالح كليه الهندسه المعلوماتيه تعود الى عام 1999 2001 بافضل التقديرات يعني في 10 سنين ايوه تماما كم اكس بي طلع ايه فالظريف انه مو بس هيك انه الاساتذه اللي هن عملوا الكتب هن ليسوا موجودين حاليا على ملاك الكليه فنحن الاستاذ اللي بيعطي ماده بالهذا نحن بنتفق معه على السيلابوس تبع المادة يعني على تفاصيله انه انا بدي غطي المواضيع الفلانية والى اخره هلا هون في عندك يعني مروحة من الحلول اول شيء انه تجيبيه للكتاب اذا فعلا في تطابق بالسيلابوس ما بين الشيء اللي عم يعطيه الاستاذ الجديد للمادة مع الكتاب القديم فينك انت يعني تلجأ الى مراجع يعني والمكتبة موجود فيها مراجع كتير فينك تلجأ الى الانترنت الى اخره ممنوع يكتبوا ورا الدكتور لا لا هذا ما بعرف اعطيني اسم لا بستبعد هذا الشيء يعني دكتور ما خلانا نكتب ورا حتى وقت نقول له كبر خطك بيقول لنا نو يعني لا عماد تسمعي طل اي سنة الشباب طلاب الثالثة دكتور زهير اعوذ بالله لا مو الدكتور زهير مو الدكتور زهير مو الدكتور زهير الدكتور الثاني
ما بيصير ما بيصير. طيب. انت طالب بالصف لك حقك تكتب كل كلمه بيحكيها الاستاذ، مو بس هيك يعني هن عم بيسجلوا حتى الكلام. في نوط عندكم؟ عندكم مشاكل الى دخل بالنوط ابدا؟ ايه بس انا بحب شير انه هذه النوط لا تغطيها اداره الكليه، نحن نرفض وجود هذه النوط لانه هاي النوط هي عباره عن تسجيلات بعض الطلاب مفرغين شيء حاطين بجوز رايهم الشخصي، ما بعرف. الكليه تتبرأ من هذه النوط على الاطلاق مهما تكن. مين بيعتمد على النوط هون؟ ارجوكم دكتور، الكل بيعتمدوا على النوط وحضرتك تتبرأ. اذا في مشكله بين الطلاب لا لا يتحملوا المسؤوليه. انا هذا الحكي بحكيه بالمحاضرات، انا مسؤول. طب أوكي. مسؤول عن الكلام اللي بحكيه وعن المحتوى اللي انا بوقع عليه. اما انا لست مسؤولا عن محتوى يكتبه احد الطلاب وبعدين هو يسوقه لزملائه. طيب. نحن لسنا مسؤولين. شو تعليقك عم؟ بس في مشكله انه نحن في غالبيه بيعتمدوا على النواط لانه غالبيه الدكاتره بدهم بيكون بدهم مراجع، والمراجع مثل ما بتعرف كلها بالانجليزي. ما كل يعني ما كل الطلاب نحن عندنا في اتقان للغه الانجليزيه، يعني احيانا انت مضطرين تستخدمه. يعني احيانا انت بتضطر انه بدك تقرا المرجع، فانت بدل ما تقرا صفحه لبين ما تخلص بدها وقت كثير، بينما اذا قريتها بالعربي فهي اريح بكثير. يعني مع انا مع انه المرجع هو بيعطي انه افاق اكثر للماده وفي شغلات تستوعبها اكثر، بس كمان ما كل الادران انه وقت بيقرا بالانجليزي انه يستوعبها كفكره علميه حتى. يعني في مصطلحات رح تكون صعبه. هلا اكيد انه نحن بكليتنا لازم النوطة بتكون محلوله هاي القصه. فبالنوطه لا، انه كونها مكتوبه باللغه العربيه وهي انه رح تكون نتيجه حضور الطالب للماده عند الدكتور، فرح تكون احسن بالذات وقت الفحص. مقنع هذا الكلام؟ نحن لأقول لك شغلة، نحن فقط لا نتحمل مسؤولية المحتوى. أنت حر يعني اشتري وخسار، يعني أنت تصطفل. لا هيك دكتور، يعني هلأ بجوز يعني حظهم منيح أنه في طالب جيد كتب أو إلى آخره، بس أنا ما فيني أضمنه لأنه هذا الطالب اللي كتب وراي هو ما رجع لإلي أو لأي واحد من أعضاء الهيئة التدريسية وأخذ توقيعه أنه هذا هو فعلا المحتوى ولا لا. طيب عرفت كيف؟ نقطة أخرى، يبدو في نقطة أخرى، تفضل. طيب طالما معترضين على مبدأ النوط وكذا، طيب ليه ما بتوفروا لنا مصادر تانية يعني موجودة المصادر؟ هلا عليك زميلتك يعني حكتها، بس في ثمن بده يندفع، أنتم ما نكون كتير يعني حابين تدفعوه. لقلك هو شغلة، الدراسة من المراجع هي أساس العمل الأكاديمي. الدراسة التفوق الجامعي يعتمد بشكل أساسي على الدراسة في المراجع وباللغات الأجنبية. طيب اوكي، يعني اذا اللي لغته مو الاجنبيه مو كويسه شو بيعمل؟ بده يتعذب كثير، بده يتعذب جدا. مين لغته الاجنبيه بحسها مو كويسه؟ يعني غير قادر على الاعتماد على مرجع باللغه الانجليزيه بصراحه. يعني بدي اشوف ايدين مشان نطرحه كموضوع اشكالي. يعني عددكم قليل والله. يعني اذا البقيه قادرين يعتمدوا على اللغه الانجليزيه فبالتالي خلوهم بالانجليزي دكتور. بقول لك شغله، هلا نحن بنحرض الطلاب بمرحله مبكره جدا وبنكون واضحين وصريحين معهم. طب المطلوب يعني المطلوب انه هن. بقول لك شغله، نحن برجع للنقطه اللي حكاها الطالب هون، في سعي عند الطلاب نحو مدرسه الجامعات. اسمعوا لهالمصطلح، مدرسه الجامعات، يعني تحويل الجامعه الى مدرسه. الجامعه ليست مدرسه. بالمدرسه فعلا what you see is what you got، يعني بمعنى انه عندك هذا الكتاب المحدد، هاي المحاضرة وما حدا بيحيد عنا. الجامعة ليست كذلك يا اعزائي. نحن مهمتنا نعطيكم المبادئ الموجودة في مادة معينة. نحن بنعطيكم 30% من الشيء اللي لازم تعرفه بالمادة. 70% هذا انت بدك تعتمد فيه على نفسك، واذا ما اعتمدت فيه على نفسك بتطير بس ما بتعلي. طيب اوكي، في حل ممكن دكتور؟ ما بدنا حدا يطير. ما بيعلي، بس اللي بده يطير ويعلي بده يعتمد على اللغات الأجنبية، بده يعتمد على المراجع، بده يعتمد على نفسه، بده يعتمد على التشارك مع زملائه. طيب. هون مساحة من العمل. خلينا نشوف. طيب. هذا لازم أنتوا تقوموا فيه. اللي أوكي، هلأ الجامعة أكيد ما لها مدرسة. طيب ممكن حلوة لو بسيط بالنسبة للغة الإنجليزية. هلأ إحنا بناخد لغة أجنبية، طيب ليه ما بناخد مواضيع متعلقة بالهندسة المعلوماتية أكثر؟ مثلا هلأ أنا أول موضوع أخذته عن الفود مثلا، يعني سنة أولى. إيه ها. طيب يعني يا ريت من الأول. طيب رح تعرف الإنجليزي بكرة. يعني يا ريت لو يكون كله عن مواضيع معلوماتية. أنا واحد من الأساتذة لا أكتب كلمة باللغة العربية على اللوح، كله بالإنجليزي، بس مشان أعطي للطلاب
المصطلحات والى اخره مشان اذا حب يدرس المرجع. طب ليش ما بتاخذوا علامه الاختصاص كمان بالمعدل؟ ما كلهم اخذين علامه تامه بالانجليزي بالبكالوريا، ما استفدنا شيء. لهيك برجع بقول لك هي إيه لها علاقه هون بقى بيجي بالمعايير القبول، يعني كيف بيعلموا انجليزي بالمدرسه؟ ايه طبعا. هلا نحن حتى وقت اللي نحن فرضوا علينا مجلس التعليم العالي نحط انه يعني علامات مواد بالاضافه للمعدل، بتعرف هلا في كثير طرحتوا الانجليزي، فنحن حاطين الرياضيات والانجليزي فقط. طيب يعني بمعنى انه اللي بنعمل مفاضله للي احسن بالرياضيات واللي احسن باللغه، بس نحن بنعرف انه ليس بالضروره اللي اخذ 30 بالانجليزي بالبكالوريا انه انجليزيته منيحه، فنحن بنحرضه من اول يوم بيوصل فيه على الكليه، واكيد بس يختلط مع زملائه بسنوات متقدمه بيعرف انه هو ما فيه يمشي بالكليه اذا ما كانت لغته جيده وجيده جدا. ولاقول لك شغله، لاعطيك بس امثله، هذا الطالب اللي ذكرته من شوي انا سليمان حسن فات على الكليه، كان صحيح الاول على سوريا بس كانت لغته بالبكالوريا فرنسي، فرنسي مو انجليزي، يعني هو دخل على الكليه بحياته كلها مو سمعان كلمه بالانجليزي. بالسنه الخامسه قدم فحص الايلتس، تعرف شو اخذ فيه؟ اخذ فيه 7.5. هي ما بياخذها الا كله طويل العمر، بمعنى انه هو كان عنده الوعي وفهم المسج تبعنا، بلش يتعلم انجليزي من وقت اللي كان سنه اولى لوصل 7.5 باخر سنه، وهلا هو موجود بدوله ناطقه باللغه الانجليزيه عم يعمل دكتوراه. طيب هذا جهد ذاتي، جهد ذاتي. نحن بنعطيك 20-30% وصرنا رحب نتحاور معك قد ما بدك دكتور، لكن في جهد مشكلة بالأساتذة. لا لا هلا في مشكلة بالأساتذة. لحظة سنة أولى، سنة أولى ما إله أسبوعين ثلاثة عم بيداوم لسه، يعني لسه ما شاف شيء، يعني عم نرتجف ما اكتشفنا. طب حظك في حدا بهالنقطة عنده تعليق بما يخص النوط وتأمين المناهج؟ العمل يا رجل، نرجع على العملي هلا، تفضل. عفوا بس أحيانا بخصوص الجهد الشخصي، انه مو كل طالب احيانا ظروفه الشخصيه بتسمح له، احيانا في طلاب له اوضاع خاصه وعم بيقدموا مثلا وثائق بتثبت انه وضعه خاص. طيب هاي الطالب ما لازم كمان نراعي شوي ظروفه؟ شو يعني اعطينا امثله كيف نراعي ظروفه؟ لا انا فهمت عليك، كيف يعني؟ هلا في احيانا ظروف خاصه قاهره، بتقديم امتحان قصدك ولا بحضور مادة ولا بالترجمة ولا بتعلم اللغة الإنجليزية؟ لا يعني ظروف خاصة بحياة الطالب. ظروف اجتماعية ولا أيوة مثلا ظروف اجتماعية أو صحية فرضا. ما عندي تعليق. دكتور في إجابة؟ هلا الإجابة هلا رح نحن عم نحاول نعمل مثل تيوترينج سيستم، هذا عملناه نحن أول ما جينا على الكلية. بالمناسبة أنا موجود بالكلية من لحظة إنشاء من عام 2000، يعني فوقت اللي كان عدد الطلاب قليل نحن عملنا تيوترينج سيستم، بمعنى أنه كل 10-15 طالب في أحد أعضاء الهيئة التدريسية مسؤول عنهم، بيجوا لعنده بأوقات الأوفيس أورز تبعه بيسألوه إلى آخره وكذا. هلا بعدين إجانا نحن دفعتين هائلة، يعني أعداد الطلاب كان كبير، دفعة 2000 و2001. فنحن اللي هذا ما حكيتوا عنه أنتم بالمناسبة، وهي نحن عم نحكي، نحن عنا نقص كبير بأعضاء الهيئة التدريسية، فنحن ما عاد فينا كملنا بالتيوترينج سيستم. هلا نحن من يعني وقت اللي زاد العدد عن الحد اللي بيحد شوي من اهتمام الأساتذة بشكل مباشر وشخصي بالطلاب، بدنا نحاول نرجع له للتيوترينج سيستم. وهي ما بعرف في حدا من المتابعة هون؟ اي فهلا يعني فيكم تسألوها، انه انا طلبت منهم قوائم الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية وعم نشوف هلا شو النسبة الريشيو اللي بدنا نوزع، بحيث مثلا انت وخصوصا طلاب السنه الاولى والثانيه، ممكن نوصل للثانيه، كل 10 او 15 طالب بيعرفوا انه في مهندس او دكتور او كذا هو مسؤول عنهم بشكل مباشر، بمعنى اي مشكله بيتعرض لها من ناحيه التحصيل، من ناحيه انه احساسه انه بالغبن باحد المواد، فهو ممكن يلجا لهذا الشخص وممكن هو يساعده. اذا ما بعرف هذا الكلام انا بيطمني بشكل شخصي، بس ما بعرف نحن خلال الخمس دقائق البريك اللي بدنا ناخذها لحتى ننتقل بين حلقة والتانية، لأن وقت الحلقة الأولى خلص من كلية الهندسة المعلوماتية، ممكن حدا بالسر يجي إلنا شي معلومات نقدر نحكي فيها مع سيد عميد الكلية أو مع الكادر التدريسي، نحن جاهزين لنسمعها. لكل عم بيشوفونا على الفضائية السورية، الساعة الأولى الحلقة الأولى مع من هاي الكلية خلصت، مع أنه عندي إسا محاور كتير نحكي فيها، محور العملي اللي الأساتذة كتير حريصين يحكوا فيه، عندي الدراسات العليا ومستقبل الخريجين، في شيء كتير عن الهيئة الطلابية
حابين يحكوا فيه الشباب؟ وأنا حاب أحكي أكثر عن المبنى، من اللوحات للموسيقى حاب أحكي عن الكافيتيريا. عنكم تحكونا شيء عن الكافيتيريا؟ كتير لذيذ الكافيتيريا اللي عنكم. وبدنا نختم الحلقة اللي بعد هاي بنشاط مهم عم يعملوا فرقة هي كورال، بتمنى يكونوا موجودين معنا ليسمعونا شيء. هاي الساعة خلصت من كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، خليكم معنا، جيلنا رح نتابع بجزء تاني. أما هلأ فإلى اللقاء. هذا جيل.